بما أنه المال قوام الأعمال. معنا السيد رئيس مدير عام تاع البنك الوطني الفلاحي، سيد رئيس مدير عام تاع البنك التونسي للتضامن، وهذا أكبر دليل على مدى تفاعل القطاع البنكي مع سياسة الدولة، سياسة الحكومة في المجال الفلاحي. وإحنا مواصلين في التمشي هذا، مواصلين في العناية. إحنا صنع منا تجربة، العام الجاي باش نفلحوا في الصحة، العام الجاي باش نعطيه الإضافة لكل ما هو زراعات كبرى، لكل ما هي حبوب، وبالتالي تدعيم الأمن الغذائي. البنك المستضامن أعلن على عدة قرارات في إطار مساندة ودعم المجهود الفلاحي بالجهة. القرار الأول اللي هو يتعلق بالطاقة، اليوم تم الإعلان على أساس تخصيص 1 مليون دينار للفلاحين الصغار بالنسبة للطاقات المتجددة عن طريق الطاقة الشمسية. القرار الثاني اللي هو يتعلق بالأعلاف، كذلك لتشجيع المربين الفلاحين الصغار بولايات تطوين تم تخصيص 500,000 دينار لفائدة المربين بالنسبة لتربية الماشية لاقتناء الأعلاف الخشنة من قرد من أتبان وغيره. القرار الثالث كذلك يتعلق بالاقتصاد بالمياه الري، تم تخصيص 500,000 دينار لفائدة الفلاحين الصغار لاقتناء كل ما هي مستلزمات الاقتصاد في المياه الري. كذلك تم الاتفاق والإعلان على ذلك على أساس أنه تخصيص اعتماد سنوي في إطار قروض الموسمية لولاية تطوين في إطار زراعة حبوب شأنها شأن ولاية الشمال باعتبار من زراعات الحبوب الجديدة بهذه الولاية. كذلك لتشجيع أبناء الجهة على غرس الزيتين. كذلك تم الإعلان على تشجيع على بعث 5 منابت لفائدة أبناء الجهة من حاملي شهادة عليا في اختصاصات الفلاحية لبعث منابت الأشجار المثمرة وخصوصا في قطاع الزيتين. كذلك تم الإعلان على بعث 5 مجامع للتنمية الفلاحية في كل ما هي عمليات استثمارية وعمليات تصرف وعمليات توسعة، وكذلك تحديد هدف تمويل 5 شركات أهلية. ملفات يتم قبولها بداية من الغد، هذه القرارات فاعلة ونافذة بداية من الغد في إطار مجهود إضافي وخصوصي لدعم التنمية والاستثمار الفلاحي بالجهة. احنا كبنك وطني فلاحي ان شاء الله باش نكونوا مدعمين المشروع هذا من خلال تمويل الفلاحين المقبلين على الاستثمار في زراعة الحبوب. كذلك زرنا مشروع منبت زيتون اللي هو الحقيقة مشروع نموذجي زادة، كيف البنك الوطني الفلاحي على عادته في تمويل قطاع الزيتون وزيت الزيتون، إن شاء الله كيف باش يكون معناها باش يوفر معناها اعتمادات هامة لولاية تطوين فيما يخص التمويل القطاع الفلاحي خاصة في مادة الحبوب وزيت الزيتون وكذلك الأعلاف. الأعلاف احنا معناها مؤخرا وقع معناها اتفاقية شراكة ما بين البنك الوطني الفلاحي وديوان الأعلاف وديوان تربية الماشية، تم بمقتضاه تخصيص 30 مليون دينار لتمويل قطاع الأعلاف خاصة للمجمعات الحليب والمربين الماشية اللي هم ينشطوا معناها تحت معناها منظومة التعاونية الفلاحية، ولا الفلاحين الصغار اللي هم تتوفر فيهم الشروط ويجموا معناها يتمتعوا بالتمويل المباشر لهم.